السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم من جديد في قناة اليمن الإمر والحمى العصافير. النهاردة إن شاء الله تصوير روتيني عادي، اللي أنا كل يوم أطلع وأبص على اليمام وأكله وأشربه وأبص على أي حاجة تعبانة، أطمن على الزغليل لو فيه، أشوف أي فرد في أي مشكلة في أي حاجة. هو ده الروتين المعتاد اللي كل يوم بنعمل نفس الحاجة، بس فائدة الروتين اللي هو إيه، اللي أنت بتطمن على الحاجة بقى، ما تكونش مشغول بحاجة غير بيهم. اللي أنت تطلع اول حاجه طبعا تحط لهم الاكل والميه في الاوقات اللي انت طبعا معود عليهم، تغسل مسقه تملاها زي كده نظيفه وتحط لهم مثلا الاكل. ما تغزنيش بقى على قله النظافه عندي، ان شاء الله هحاول انضفهم بس قله فضا والله، معلش يعني متاسف، ساعات ببقى امر بشع يعني، بس هنضفهم ان شاء الله. ده الروتين المعتاد بتاعنا، فهطلع احط لهم ميه واكل وبص عليهم كده، الجزء ده تمام ما فيهوش اي مشكله، مفيش حاجه كشه، مفيش حاجه مثلا متصابه من حاجه، مفيش اي مشكله فيهم. هنرجع للجزء الثاني اطمن عليه برضك، هطلع لهم ميه نظيفه واكل نظيف اهو الكلفه بتاعتهم. ونبص على النتاية والدكر، ما شاء الله تمام، الدكر رائد اهو، النتاية اللي بتاكل ما شاء الله ما فيهمش اي مشاكل. وبعد كده نبص على الجوز التانية برضك، ايه فايدته اللي احنا بنبص في حاجة في ناقصهم حاجة لا قدر الله في اي مشكلة فيهم كده، الحاجات دي كلها ايه بتفرق. هم يا جماعة زي ما احنا شايفين اهو كده ما فيهمش اي مشكلة. نرجع نبص على الجوز اللي بعده اهو، نبص على الزغلول اللي تحتيه ما شاء الله تمام اهو، مفيش اي مشاكل فيه، واكل وشبعان اهو، بس هو رائد طبعا عشان الجو ساقع وكده زي ما احنا عارفين، هو امن عليه اهو تمام ما شاء الله، مفيهوش كده اي مشكله الحمد لله تمام. واد الميه واد الاكل قدامهم، نبص على الجزء اللي بعده هم بياكلوا، هما الاتنين كانوا واقفين على الاكله وبياكلوا ما شاء الله، مفيش اي مشكله الحمد لله تمام. هي الريشه اللي في جناحها وورا دي مكان التكسير، الجناح دي الجناح دي مكان ضوافر طبعا اللي بيمسك جناحها فيها اما بيكسر، وما شاء الله دي تالت او رابع تكسير انا اشوفها، ما اعرفش المكان بس انا دي الرابعه اول ما دخلت وحطيت الاكل وشويه لقيت زف عليها ومكسر عليها. طبعا اهم دول برضك هم الزغلول ما شاء الله، ميه واكل اهو، وادي الزغلول ما شاء الله صحته كويسه مفيش اي مشاكل فيه، وابتدى ينقر اهو مكان العش بتاعه، بقى مثلا مكان التأكيل هو أبا والأم بيأكلوه في درع وجا بيقع مثلا أكل عصافير حاجات زي كده حب صغيرة، بيبتدي ايه يشغل كده منقار وبيقعد ينقر، مش شرط اللي هو ياكلها بس ايه بيبتدي ينقر. وادي الجوز اهو بياكل ما شاء الله تمام. وادي نبص على مجموعة الشغالة دي طبعا ما شاء الله تمام، انا فصلت طبعا الجوز الشغالة اهو اللي كانوا فوق قاعدين فوق على طول فصلتهم، في جوز مكانهم طلعوا اهو، وادي الدكر كان لسه زايف على النتايه، جوز الحمر دول اهو ما شاء الله كان بردك زايف عليه دلوقتي اهو، دول بردك كل واحد عليه ريشه، بس ان شاء الله يعني اظبط لهم بردك مكان وان شاء الله ايه يشتغلوا كده مفيش اي مشكله فيهم، ولا في مثلا نقص ريش ولا حاجه كمشانه ولا في اي حاجه تعبانه، الحمد لله ربنا يحفظهم ويحفظ اللي عند كل الناس طبعا، ونشوف شغله وانتاج. وادي الجوز ده برضك ما شاء الله عليه رائد مفيش اي مشكله اهو، هي فايده الروتين كده يا جماعه، اللي انت تطمن وتشوف اي حاجه ناقصاهم اي مشكله فيهم مفيش اي مشاكل فيهم. في امام برضك لو محتاج كلسم تديله باشر الف دال هي ده ممتاز جدا، محتاج روقان البيض اللي احنا عملنا حلقه ليه امبارح، اهي سينيليوم ده بيطري، لكن اي حاجه كلسم مفيش اي مشكله، لو عايز تجيب بيطري ماشي، عايز تجيب بشر ماشي، بس البشر بيبقى اقوى من البيطري شويه في الكلسم مفيد جدا ده. هم دول واخدين بعض اهو، كل من القش بتاعهم عمال يكسر عليها، بس لسه ممكن تكون بتكون عنقود بيض او حاجه، كانوا لسه قاعدين امبارح بعد التصوير كده بصيت عليهم لقيتها راحت قاعده تنقر في القش وعندها اي قاعده كده مفيش اي مشاكل فيها الحمد لله، بس هي ممكن تكون متاخره ممكن تكون عنقود بيض او اي حاجه مفيش اي مشاكل.
ما استعجلش عليها برضه. ودي طبعا الزغلول بتاعها مات، فالحمد لله قد الله ما شاء فعل، مفيش اي مشاكل. طبعا لو في كان عندي زغلول، سن الزغلول اللي تحت اليمام، ذكر اليمام ده، كنت هجيبه واحطه معاه بحيث ان انا استغلهم لهم ايه يبيضوا تاني. بس الحمد لله ايه كل حاجة قد الله ما شاء فعل، ربنا عوضنا خير. وهذا الذكر اهو بيزوف اهو، ده كده بيبتدي ايه كده بيبتدي ينده على النتاية برضك اهو. هو كده الدكر سواء بايض او مش بايض، هو على طول ايه بيبقى زايف كده على طول. طبعا سامعين صوت اليوم البلدي، برضك في اي حد عنده سؤال في اي حاجة يكتب لي في تعليق ونتواصل مع بعض ان شاء الله. مفيش اي ان شاء الله، مفيش اي مشكلة هتقف قصادنا، مفيش اي مشاكل يعني هنواجهها، وان شاء الله بامر الله نحل كل حاجة. متنسوش طبعا اللايك والشير والاشتراك في القناة، هيوصل كل جديد ونتابع مع بعض. هتحتاج اي حاجة، فون واتس اي حاجة ان شاء الله اكتبه، وان شاء الله ربنا ايه ييسر الحال ونتواصل مع بعض ونحل اي مشكلة. النهاردة يا جماعة روتين كده واطمئنان على اليمام وعلى الزغليل وعلى البيض وعلى كل حاجة. في اي جديد في اي حاجة ان شاء الله نكتب برضك في تعليق ونتواصل مع بعض، بحيث ان احنا ايه نفيد بعض كلنا. هذا الدكر فوق اهو زايف اهو.